يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك ذلني؟ زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا من لظاها تسعر. وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي، فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. يا قلب أنت وعدتني صبرا على محبتهم، فحاذر أن تضيق وتجرى. معكم محمد آدم من مدينة وجدة، سن 28 سنة، فنان. ديجا كنت شاركت في المغرب المواهب في سنة 2014. كنشكرو شوف تي في على هذا الاستقبال. البدايات ديالي كانت عندي ست سنوات سبع سنوات. كنت ذاك كنت عاد نقرا في الابتدائي. كنت كنشارك في برامج ديال المدرسه، ديال يعني الاناشيد الدينيه والمسابقات في تجويد القران الكريم. من بعد ترعرعت في مجال السمع والمديح في الزاويه، سواء الزاويه العلويه، وكنت كنمشي مع الاب ديالي بعد المناسبات ديال البوتشيشيين او الزاويه البوتشيشيه منذ الصغر. هذا الشيء كان كنت كنسمع المنشدين الكبار، يعني مثل رشيد غلام، عماد رامي. سمعت يعني قبلهم من عند نقشبندي، يعني سمعت لابراهيم الفران، سمعت ل يعني بزاف ديال يعني المدارس الكبرى، كذلك صباح فخري، المطرب صباح فخري، يعني سيدة الطرب أم كلثوم. يعني هذو هما المدارس أو المشايخ اللي تعلمت على يديهم. بالنسبة للخرجة ديالي اللي خرجت لها اليوم وجاتني فرصة باش أنني نجي نشوف تيفي، هو أنه المجال ديال السمع المديح أو يعني في الفن ككل، علاش ما واخدش حقه في هذه المدينة؟ يعني بزاف ديال الفنانة كما كنت قلت قبل، يعني أصوات نادرة وعندهم طاقات تبارك الله ما شاء الله عليهم، وما تحت لهمش الفرصة باش يبانوا في هذه المدينة. إن هذه المدينة هذه مهمشة، ماشي مهمشة مهمشة من طرف الناس اللي كينظموا هذه الحفلات والسهرات، ما كيعطيهمش واحد الفرصة باش يبينوا هذه الطاقات، يبينوا شنو عندهم. كاين السماصيرة، كاين يعني المحسوبية والزبونية، وكاين كان بزاف ديال خصك يعني يديروا كيعبد عندهم، خصك تبان. انا اللي بغيت نفجر من هذا المنبر هذا، بغيت نقول لهم راه كل شيء عايق بكم، راه الناس يعني برا على مدينه وجده وعارفين شنو كاين، بانهم هاد الطاقات اللي في مدينه وجده راهم طاقات يعني نيفو يعني كبير تبارك الله ما شاء الله. كنعرفوا يعني دراري هنا او شباب كما كان، سواء ذكر او انثى، عندهم ما يقولوا، ولكن ما عندهمش فرصه باش يبانوا. ان الناس هنا اللي كيحكموا في هذه البرامج وفي هذه السهرات، اللي كيشرفوا على هذه المسائل هذه، كيبغيو اصحابهم، يبغيو اللي بغاو هما. وكان السماصرة اللي يقول لك عطيني قده باش نبينك، نطلعك في هذه السهرات ونطلعك في هنا ونطلعك هنايا، والكذوبات في الكذوبات، ويبغيو بعضياتهم ويجيبوا البراني اغلبيه. وانت الا كنت هنا ابن مدينه وجده ومشيت للغرب ولا مشيت للديار الخارجيه او لا كذا، وبنت وتعرفت، عاد تولي عندك قيمه، وبقاو يجيبوك وبقاو يلغوا لك يعني، وبقاو يعطوك القيمه ديالك ويعطوك. بالنسبه يعني لهذا المجال في مدينه وجده، انا كنطرق لهذا الموضوع بزاف، وكنت هذه شحال يعني ديجا كنت هضرت فيه، ولكن ما تحتليش فرصه باش انني نقوله في مواقع التواصل. واليوم ان شاء الله جيت باش من هذا المنبر كنقول لدوك الناس
اعطوا فرصه لهاد الشباب، اعطوا فرصه لهاد الاخوان هنا اللي كاينين في السماع والمديح، وفي هذا الميدان راه نقي، ميدان ديال الطرب والانشاد والسماع والمديح راه نقي، اعطوه وقته واعطوه يعني القيمه ديالو، واعطوهم فرصه باش الناس تصعد في البرامج وتصعد في الاذاعات وتصعد في السهرات، حتى هما يكون عندهم واحد الاسم ديالهم. حنا ما بغيناش الناس تكون مشهوره ولا باش يديروا الباز ولا باش على الاقل تكون عنده واحد الاسم ديالو في الساحه الفنيه، يكون معروف وتا هو يحس براسو انه راه دوك هاد الشباب بزاف هنا اللي شفتهم انا تعطاو للمخدرات وتعطاو للشباب ضائع. كنشكر الجمهور ديالي الكريم اللي كيبغيونا، وكنشكر قناه شوف تيفي على الاستضافه، وان شاء الله تسناو الجديد ديالي غادي يكون ان شاء الله قريب. شكرا.